بكرة فيسترمان، يتقدم فيسترمان وفي ضغط ألماني قبل أن ينتهي الشوط الأول من المباراة. اللعبة عالية، أوه الرأسية بالجول، جول لألمانيا، كلوز يتقدم ويسجل الهدف الأول. كلوز إذن يتقدم ويسجل الهدف الأول. ضغطت ألمانيا قبل أن ينتهي الشوط الأول، كرة وصلت على مرحلتين في الأخير ألمانيا، وبواسطة هذا اللاعب المتألق كلوز هو يقول إلى ثلاث. هو عنده طبعا ثلاث كوس عالم، لكن يمكن يقصد أن الهدف الثالث له في هذه التصفيات عنده، أو الهدف الرابع له. لكن لحظة عيلان، الكرة من الأساس اللعبة عالية، مولر كان حاضرا، لعب الرأسية أولا مولر، ضربت في العارضة، تقشرت، تهيأت، ما في متابعة من أي مدافع تركي، وصلت، ضربت في العارضة، انزلت، تهيأت بشكل ممتاز، لأن ما في رقابة على الإطلاق، وما في تمركز من أي لاعب من المنتخب التركي، من مدافعي المنتخب التركي. إذا كلوز بعيدا عن الرقابة ضربت بالعرض أن يسجل في مرمى المنتخب الألماني، ولكن متى يحدث ذلك؟ قد يحدث مثلا الآن، ألمانيا ممكن جول، ممكن جول، 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 سواها أوزيل، سواها أوزيل، ويا ابن نفس الكلام، سواها أوزيل، ويا ابن نفس الكلام، وسجل الهدف. ولكن لم يحتفل كثيرا مسعود أوزيل، الكل الأحاديث عن أن أوزيل مع المنتخب الألماني، واختيارك الخاطئ للمنتخب الألماني يأتي الآن، وأمام مرأة عشرات الآلاف من الأنصار الأتراك يسجل الهدف الثاني مسعود أوزيل. إذن راح يجيب النفس حكي وايد وحديث وايد، سواء في تركيا على وجه التحديد ومن الأنصار والمشجعين بسبب هذا الهدف اللي سجله. لكن يعني يحتفل على استحياء، بعض اللاعبين يقول لك والله ما راح يحتفل، وهو لم يتحدث في هذا الموضوع. ولكن الآن انت تلاحظ معي ان بهذا الشكل ما بين اللاعبين اصحاب الخبرة مثل كلوز، مثل بودولسكي، مثل فليبلان، وما إلى ذلك. الثالث، 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 الثالث لكلوزة، الثالث لكلوزة، وبشكل الحقيقة مزعج جدا لحارس المرمى. يعني حارس المرمى أصلا ينزعج من أن مرماه يتلقى هدف، ما بالك أن يأتي الهدف بهذا الشكل. الآن ألمانيا عملت وتعمل وتسجل في اللحظات الأخيرة للشوط الأول هدف، وتسجل في اللحظات الأخيرة الهدف. لاحظ لاحظ لاحظ، هو ارتكب الخطأ، هو ارتكب خبز الخبز دي اكلي اكلي. شوف الكرة وين، احنا اللي نسميه التزريقة، التزريقة. هو اللي ارتكب الخطأ، ديميريل يهيئ الكرة تصل إلى كلوزة، وكلوزة يزرق له ويحط